السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في ترند السودان. أنا محمد رمضان وتتابعونا في هذه الحلقة. هي الأسوأ منذ قرن، فيضانات مدمرة تضرب السودان. ومن قلبي سلام للخرطوم، الهاشتاج الأول عربيا هذا الأسبوع. الجنيه يهوي أمام الدولار، وما قصة نكتة السمكة؟ في كارثة لم تشهد البلاد مثلها منذ قرن، تحول السودان إلى مساحة عائمة بعد أن غمرت مياه الفيضانات مختلف الولايات في البلاد. أمطار الخريف جاءت غزيرة هذا العام، فوقعت الكارثة التي أزهقت الأرواح وشردت الناس ودمرت المنازل والمحاصيل. نتابع المشهد سويا كما رصدته قناة الجزيرة. باتساع المساحات التي تلتقطها الكاميرا يتبين حجم كارثة فيضانات السودان ومخاطرها، ليس فقط لما نشاهده بل لآلاف الأسر التي يصعب الوصول إليها. هنا في جنوبي الخرطوم اجتاح الفيضان مجددا أعدادا إضافية من المنازل وشرد مئات من الأسر، مشهد بات مألوفا في المناطق المنكوبة. البعض يحمل ما استطاع إنقاذه من أمتعة، وآخرون بالكاد نجوا بأنفسهم. نحن عسى حاليا محتاجين أي حاجة إن شاء الله، بس بمشمات بس ألحقونا به مشمات بأي حاجة. على رؤوسهم حملوا الأثقال، وعلى عواتقهم يتحملون معاناة حياة سيمتد تأثيرها ربما إلى سنوات، خصوصاً من فقد منزله وممتلكاته بشكل كامل وهو بالأساس فقير أو من ذوي الدخل المحدود. بيوت السودانيين البسيطة لم تصمد أمام مياه النيل، ما أدى إلى انهيار أكثر من 27 ألف منزل بشكل كلي. لنتابع. وفي ظل غياب آلية لحماية الناس وإغاثتهم، شمر السودانيون عن سواعدهم وقاموا بأنفسهم بإعداد متاريس لصد مياه الفيضانات. الأمطار والفيضانات تخللتها عواصف قوية. هذا المشهد يظهر قيام رجل بإنقاذ أطفال من داخل عربة ركشة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. براحة 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 براحة. براحة 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 حبيبي براحة. خش جوا خش جوا. دار بسم الله. براحة خش خش جوا خش جوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا. الناشط مصطفى جوري وصف خلال مقطع الفيديو التالي الحالة في السودان في ظل الفيضانات
لنتابع ماذا قال هذا الناشط. كيفكم يا اخوان؟ ان شاء الله كويسين. انا ما عارف انتوا كيف ممكن تكونوا كويسين بالوضع الحاصل ده، اللي الواحد يكون بس في صحته كويس يعني، مع انه اصلا ما في صحه، بنزين جاز ما في، دواء اصلا ما قاعد تلقاه، وعيش الناس قاعد تقفل في الصفوف، اي حاجه انت عايزها لازم تقفل لها صف. ده كان الوضع لحد قريب. هسه الوضع بقى كارثي، بقت ما مجرد ازمه، بقت كارثه. كارثه دي كلمه كبيره شديد، نحن ما قدرها يعني ببساطه يعني. كويس، الفيضان وصل على مستوى له من 100 سنه، في اكثر من 100,000 بيت اتهدوا، في اكثر من 500,000 مواطن سوداني اتضرر، في اكثر من 100 ضحيه راحوا بسبب الفيضان عشان ما قدروا يشردوا مسيل. انت قادر تفهم يعني شو انت تكون قاعد بيتك المويه تجي تشيله؟ يعني ناس بتبقى بدون بيوت، اسره بتبقى ساهي في الشارع، يعني دي كارثه ما في شيء يتعمل. الحكومه ما قادره تعمل حاجه، السودان ماشي بالناس بس، بالناس يعني، الناس بس هم شغالين. شكرا لاي زول شغال، وشكرا لاي زول ساند، وشكرا لاي زول قدم دعم للسودان. وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، فكتبت سوما الماحي: الناس للناس، وإن شاء الله السودان حيتجاوز الكارثة دي، نحن شعب طيب وحنين وبنحب الخير لبعض، حنساعد بعض لحد ما نتجاوز الكارثة دي ويرجع سوداننا الطبيعي ولنحن عاوزينه، أملنا في شعبنا وفي الله كبير. أما أم هاشم نور فكتبت: الفوضى مسيطرة والحكومة والوزراء ما عندهم حلول ولا بخجلوا، والله الثورة اللي جابتهم أكبر فشل، ونحن السودانيين ناس الخير أكيد. رغم الكارثة لا يتخلى السودانيون كما جرت العادة عن حس الدعابة والسخرية من الواقع بشكل طريف. لنتابع هذا الفيديو ذائع الصيت في مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليك. لا لو سمحت تعلن. اسمع اسمع اها وحمدوك حمدوك ما عملنا حاجه، غرقنا. احدى الصفحات التابعه لاعلام كيان الاحتلال الصهيوني نشرت تغريده على تويتر تضامنا مع السودان. الناشطه الاء الوهاب علقت على هذه التغريده وقالت: نيابة عن الشعب السوداني، نقول للشعب الفلسطيني نتعاطف معكم حيال المأساة التي حلت بفلسطين من اغتصاب للأرض الفلسطينية العربية بواسطة الكيان الصهيوني، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما حسن مو فعلق وقال: نتضامن مع المسجد الأقصى ونتضامن مع الشعب الفلسطيني المسلم، اللهم انصرهم على اليهود. واستمراراً للتضامن مع السودان في أزمتها، هذا التضامن وصل إلى الجالية السورية في السودان التي نظمت حملة لإغاثة أشقائهم السودانيين. هذه الحملة قامت بجمع عدد من السلال الغذائية التي استهدفت عدداً من الأسر. حملات التضامن أيضاً انتقلت إلى ميادين كرة القدم العالمية، حيث عبرت عدد من أكبر وأشهر الأندية الرياضية حول العالم عن تضامنها مع السودان في أزمته، وذلك عبر صفحاتها العربية في تويتر. من قلبي سلام للخرطوم هاشتاغ سجل تضامناً عربياً واسعاً مع السودان في ظل فيضانات هي الأسوأ منذ عقود. محمود السهلاوي غرد حول هذا الموضوع وكتب: رغم المعاناة في فقد بيتك وضياع رزقك ومواجهتك للفقر، إلا أن كرمك أجبرك على تصدقك بابتسامة جميلة لم أرى مثلها قط. ماذا أقول لمن يتمرغ في الخير ويخون بلده وأنت تعصب رأسك بعلم بلدك؟ اليوم أيقنت بأنك أنت الشاعر القائل: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. ضياء الدين بامخرمة أيضا علق وغرد من خلال هذا الهاشتاج شائع الانتشار: من قلبي سلام للخرطوم وأهلها الطيبين ولكل إخوتنا في كل شبر من أرض السودان الشقيق والحبيب، نسأل الله أن يلطف بهم ويخفف عنهم ما أصابهم من كارثة. أما الدكتور تاج السر عثمان فغرد قائلا: وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، تبعات كارثة فيضان السودان لن تزول بسهولة
وبمزيد من التكاتف وحسن الإدارة ستخف المعاناة. أما النشطة سلمى فغردت أيضا على هذا الهاشتاج: رجاء لا نريد من أحد أن يقارن تضامن الأشخاص والدول في كارثة فيضان السودان مع أي دولة أخرى، ولا يهمنا لماذا لم يتضامنوا معنا، فهذا أمر يعنيهم ولا يعنينا بشيء. شكرا لمن تضامن معنا وشكرا لمن لم يتضامن معنا. السودان لا يزال بخير رغم المحنة وأبناؤه قابضون على جمر القضية. عدة صور تداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال أيضا الوسوم ذائعة الانتشار بزعم أن هذه الصور للسودان. ننظر سويا إلى هذه الصورة الأولى والتي قيل أنها من فيضانات هذا العام في السودان، ولكن فعليا هذه الصورة هي في هايتي ويرجع تاريخها إلى العام 2009. ننتقل إلى صورة أخرى وهي أيضا انتشرت بشكل كبير بل ورسم عليها رسمات كاريكاتير. في حقيقة الأمر هذه الصورة هي لمدينة باتنا الهندية، ويرجع تاريخ هذه الصورة إلى العام 2013 حيث وقع فيضان كبير ومدمر هناك. يعني في اعتقادي وبكل تأكيد مأساة فيضان السودان مأساة كبيرة ولا تحتاج إلى صور غير صحيحة. طبعا دائما ما تتحدث الصور عن نفسها، الصور الحقيقية وليست الصور المفبركة والتي لا داعي لتناقلها من قبل النشطاء. عام مضى على تشكيل حكومة حمدوك التي أطلقت العديد من الوعود بمستقبل أفضل للسودانيين. في هذه المناسبة جابر عبد الحميد نشر هذا الفيديو الطريف وكتب عليه دايكون، كان بيقول ليهم سنعبر وسننتصر. حمدوك ذهب في زيارة إلى مدينة سنجا حيث استقبله المواطنون بالهتافات الغاضبة مطالبين برحيله ورحيل الوالي. $250 جنيها سودانيا هي قيمة الدولار الأمريكي الواحد حتى لحظة تصوير هذه الحلقة. سقوط حر للعملة المحلية زاد من متاعب السودانيين الاقتصادية. وحول هذا الموضوع الناشط إيهاب أبو سعدة نشر على فيسبوك: رحم الله الجنيه السوداني رحمة واسعة. وحول موضوع السقوط الحر للجنيه السوداني وهذا الواقع الصعب الذي تعيشه العملة المحلية، هناك نكتة متداولة بكثرة بين السودانيين في فيسبوك وتويتر تقول أن سوداني اصطاد سمكة اتذكر الزيت والغاز والليمون فرجعها البحر، السمكة طلعت راسها وقالت شكرا حمدوك. هذه النكتة تم تداولها بشكل كبير عبر فيسبوك وعبر تويتر من قبل عدد كبير من النشطاء السودانيين. أنور أبو عماد علق على هذه النكتة فقال: يا وطن يا ناس حمدوك ضيعوك وفي 60 داهية ودوك. أما جليانة فكتبت: صاحب إشارة النصر الكسيحة فاشل حتى في دي. سعد سيدة علق على هذه النكتة وقال: قوية وواقعية. في ظل توجه حكومة حمدوك نحو العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وفي ظل التعديلات القانونية التي تستهدف التشريعات الإسلامية في السودان، امرأة سودانية مسنة ترسل هذه الرسالة: Come on.
أما سامر حسن إدريس فنشر على فيسبوك تحت هاشتاج إبراء ذمة: أنا المواطن سامر حسن إدريس لم أفوض عبد الله حمدوك في التوقيع على أي اتفاق أو إعلان مبادئ يقر العلمانية إنابة عني، ولم أفوض عبد العزيز الحلو في فرض علمانية الدولة إنابة عني. ومثل المواطن سامر فعل أيضا محمد هاشم الحكيم وعشرات الناشطين السودانيين على فيسبوك الذين أيضا كتبوا في ذات المضمون الرافض لمبدأ علمانية الدولة. وفي ظل الحديث الرائج حول موضوع علمانية الدولة بعد اتفاق حمدوك والحلو، ذكر محمد ود بقوي السودانيين بهذا الفيديو القديم لأحد قادة الحرية والتغيير. الحرية والتغيير ما جزء من الأجندة الأصلا مطروحة أصلا، موضوع الدين والدولة ده ما جزء، لأنه إحنا ما ناس منتخبين، إحنا ما ناس بنحترم الديمقراطية برضو، إحنا جايين لأنه دايرين البلد دي تبقى بلد ديمقراطية، ما في زول يفرض على زول حاجة، حاجة لما تجي تجي من الشعب السوداني، ما في زول يفرض على زول حاجة، دي رؤيتنا إحنا مع الديمقراطية، عشان كده قضية زي قضية الدين والدولة دي بيحسم الشعب السوداني لما يصوت له لبرلمان منتخب بعد الفترة الانتقالية، البرلمان المنتخب ده يقعد يجيز له دستور دائم، الدستور الدائم ده بعد ذاك يناقشوا فيه موضوع علاقة الدين بالدولة. ما عندنا احنا في حرية التغيير حاليا نقاش حول الموضوع ده، عشان نازل ما يقعدوا يلتوا ويعجنوا في كلام فارغ احنا ما جزء من اجندتنا. مع اقتراب موعد الشهادة السودانية تداول النشطاء مقطع فيديو لمعلم لغة إنجليزية وهو يشرح درساً لطالب عبر الهاتف، ذلك خلال عمله في مزرعته تحت أشعة الشمس. لنتابع. كده بالأول اديتها السنس بتاع الماضي، الحس بتاع الماضي، أجد انتميتهم، فهمت؟ هنا في نيجاتيف فورم، يعني في استحالة أو في امبوسيبيليتي. دي طوالي حتكون F3 وقالت يبقى if I had met him I would have warned him. دي F3 مين يقول لك I didn't؟ طوالي هنا في سنس بتاع impossibility يعني استحالة، وقالت I تقول if I had met him، في الإف كلوز بنستعمل الباص بيرفكت، وفي المين كلوز would have done أو should have done أو could have done أو might have done، واحد في الخيارات دي. ده اي وورن ويا دي حتكون وورن وهاف تظل ثابته. وننتقل واياكم الان الى فقره صور الاسبوع، حيث حازت صور الفيضانات نصيب الاسد من الصور المتداوله، لنتابع سويا اهم وابرز الصور. أنامل رسامي الكاريكاتير أيضا كانت نشيطة خلال هذا الأسبوع لتوصيف المعاناة والمأساة من خلال رسوماتهم، لنتابع أهم وأبرز رسمات الكاريكاتير. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وأنتم أيضا مشاهدين يمكنكم المشاركة في إعداد حلقات هذا البرنامج من خلال إرسال صور أو مقاطع فيديو من تصويركم
أو منشورات وتغريدات لكم على عناوين قناة طيبة عبر منصات التواصل الاجتماعي الموضحة أسفل الشاشة. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.